مرة مساء ويلكم تو العاصفة ويلكم تو استرنير. حصلت الريسيرش ايتم اخيرا ترى. كنت قاعد ادور ريسيرش ايتم ودنيا وهذا وناسي الموضوع انا يعني من زمان ناسي الموضوع. بعدين قعدت ادور اوبجكت من الشغلات اللي نسيت تحت الارض وغيره وانا ادور عليهم اساس قاعد نسوي ابحاث عليهم. صوت العاصفة مزعج ترى. خلوها تخلص. المهم حصلت الايتم اللي قاعد تسويه الحين تشوفونه هناك قدام عينكم ريسيرش. المهم خلصت العصفه خل نطلع. قعدت العصفه هذا الايتم قاعد اسوي ريسيرش الحين على امل يطلع لنا شيء. طبعا صرت انا فرمت. شوف السومان اللي هني كله فول سومان. لا انت تعال خلنا نسوي لنا باور جنريتر. شو يبغاله باور جنريتر؟ لحظه سمول جنريتر يبغاله كومباوند بعد. خلنا نسوي جنريتر صغير ثاني حق القاعدة. ميسر اوه ميسر جنريتر مالي ميسر. ها هذا هو ركب هني الخايس. ما اقول وين الا نشيل الرقنك نعبي له. الحين بنبدا نسوي ريسيرش. طبعا هذا ينتج لي كهرباء بس لحظه هذا يركب هني نو ما يركب. انا محظوظ حصلت هذا ظني اصلا كل الاحوال. شوف اوب الحين نقدر نسوي ريسيرش. الاريال نشبله في نص الشاشة. شوفوا ميسر هذا نشبله في نص الشاشة. لازم نجيب له وين باور سورس. لحظة انا محصل باور سورس تبغى باور هذا. خلي خلص هذا دقة باور سورس. لحظة اظن باور سورس يستهلك دايركت صح؟ ما له داعي والحفلة هاي كلها. لا وايد اوكي. وهذا يعبي لنا باور. انا ما بباور سيلز بحطه هنا خليه يعبي. اظن بيعبي هنا ولا ما بيعبي. هذا نسوي منه باور. والله ما اذكر كل شيء في اللعبة بس يعني تعرفون معي انا كيف. لا طبعا هو دك كانسل. طبعا هو دك كانسل. خلينا نصير ندور غيره. شو رايكم؟ نصير نبغى غيره. حفرت البقعة كامل. صرت هناك شرق وغرب ويمين ويسار وفوق وتحت. على اساس احصل ريسيرش ايتمز. ليش ما شليت لي كومباوند سويت تثر؟ المفروض اشيل كومباوند اسوي لي تثر. اخس عادي مو مشكلة. خلص خلاص ناخذ اخر نفس. هني شليت الايتم والريسيرش الاول. في ايتم ريسيرش ثاني اوكي. لا هالمكان صام. انا احيد زمان دشيناه كان توكسيك ويبالي وايد شغلات على اساس اني اسويه فما له داعي. اوه اللعبة هاي تاخذ وقت بس من تبدون تحصلون ريسيرش ترتاحون خلاص.
في بعد تحصلون فوق الارض مرات يبوال هي اتذكر انا كان زمان قبل ما جرافكس مالها غير كان احصلها من فوق يبوال ها هاي على سيارة صح اظني هاي ريسيرش افهم نوت مستيكن ما كنت غلطان شوفين هالايام اتكلم انجليزي وايد زين هل كلكم خلنا نعقل الشيارة هاي بومبو ايوه شو قلتلكم اوبس الحق ما تلحق يا حبيبي معروم ايش الشيء تعال شوفوا وانا صرت اخر الدنيا ها ما تعرفون بس ان مدورون على شيء يمكن مرات مش نفس بالسهوله اللي ممكن تخيلون ندور عليها لكن مرات تطول وايد بس اوكي على الاقل دورت انا وهذا شفنا البدايه نحن كيف والحين كمبون طايح هني افا اذا العلم ادور ادوار انا هذا خلنا طايح تعال 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 انت سير هناك داخل اللي هو هذا زين الحين شو نبى ما اشتريت بلاتفورم لا ولا شرادار ولا فيول فاوندر انهبيتر مود ترين انالايزر الحين هذا عندي اياه بس ميديوم شرادار سملتر اسوي ريسيرت حق سملتر كم يباله 662 مينرال اكستراكتر في شغلات جديدة انا ما شايفينها قبل هني يبالها استكشاف اللعبة يا جماعة الاسبوع انا ما بنزل غير على الخاتين هاي ابغى اشوف كومنتاتكم تحت عن اللعبة انتو شو تعرفوا عن اللعبة سريعا سريعا ما في مزاح في الموضوع ما في مزاح مش هذا لا بالضبط ما في مزاح انهبيتر ترين انالايزر شوف شو اسوي خلنا نسوي ريسيرت تشامبر هذا عندنا اول شيء حصلناه تثرز عندنا سمول اكسجين تانك لا بيكن لا كرين لا روبر مش وقت الروبر ابدا خلنا نشوف ميديم برنتر مو نبغى عندنا برنتر الحين ما عليه ما نبغى هذا اوكي ممكن نسوي يا سحاول اقرر شو اسوي ريسيرش يا جماعه في عندنا شيء سمول جنريتر حلو انلوكت بس ربع هذا المواد الشخصيه ميديم سولر شكلي بسيط هذا شو ميديم فابريكيتر بسير برنتر على طول ميديم برنتر
فابريكيتر يسوي لي سوالف. انلوكت. انا عندي اوريدي بيتس يعني، مش انه ما عندي. فيهيكل بي ما نبغى، ها كلن مفتوحات. الحين لازم نسوي برنتر. زين زين زين. ميديم برنتر شي باله. ألمنيوم عنا، ألمنيوم خلي يسوي لنا برنتر. خلنا نحصلنا بوينتس هني من البرنتر، بنسوي سامان. الحين بديت اتذكر صح، كان لازم نسوي برنتر، والبرنتر يسوي لنا سامان، وريسيرش يطلع لنا نقاط، ونسوي ريسيرش. زين لحظه، الحين على اساس ان نسوي شيء نفس هذا نحتاج لارج بلاتفورم. نحطه بلاتفورم يبغى له ريزن. رزن تبا له. وين الرزن؟ واحد. اقولكم فرم جاهزين هم. خلنا نحط الاورجانيك اللي عندنا هني، وني هني نسوي لنا شو؟ نسوي لنا مش ميديم فابريكيتر، نبغى لارج بلاتفورم. بنسوي لارج بلاتفورم. جهز اللارج بلاتفورم يا حبيبي، جهز. انا حط اللارج بلاتفورم الحين، حطيه هني. المشكلة يوم واحد نفسي نوب في لعبة نفس هاي يوهق نفسه. سويت الخايسة يعني. لا ليش، خل هذا هني. ما يسوي احرك هذا. نو بنمد العصب، مش قضية يعني. وبنشل هذا من هني لين هني، نمد هذا الكهرباء. ها شو عندنا؟ أورجانيك موجود. بركب استوى عن البرنتر الحين يا حبيبي. انزين الحين وصلنا. ما نبغى فيه كل بي نحن. هذا لايس بلاتفورم
كومباوند ما ابغى اوبن سيت، انا نسيت شبابي عندي واحد معقوب هناك، ما ابغى كثير شيء في ريسيرش هنا فوق. انزين خلنا اسوي ريسيرش عيل حق تعرفون شو نبا مستترس. لا سملتر من الاكستراكتر ميديم شريدر خلنا نشوف هذا شو ميديم بلاتفورم بي ايوه ميديم ستورج هذا وايد مهم وايد مهم هذا ميديم بلاتفورم بي عندنا هذا ميديم فابريكيتر اسمه هاشو ميديم فابريكيتر بس اظني مو عندنا اياه زين بسوي ستورج شو يباله كومباوند اند كومباوند تراها اللعبة فيها مداخلات وايد زين خلنا نسوي برنت يلا يا جماعة هذا أول شيء نسوي له برنت هذا 3D برنتر مالنا هذا كان فابريكيتر شيء ما أعرف شوفوا كيف ياسش الكمبوند نسوي برنت لا في الناس أمانة ما بيطير الحين لا حفروا ولا هم يحزنون أبو جنريتر بعد خلنا نفتح سمول جنريتر وين صار سمول مش فابريكيتر وين كان جنريتر وين جنريتر سمول جنريتر انلوكت اوريدي 3000 بايت سبالة خلنا نشل السامان شوفوا الحين يثبت الحين هذا يثبت السامان عليه بدل ما نعق ساماننا هني ونخاف عليه يطير مع الهواء خلاص يثبت هني حتى على السيارة قبل ما نسوي سيارة نروم الركبة اوكي اتس نايس كل واحد تشيل 8 قطع وايد حلو ها اصلا يركب هنا على البلاتفورم انزين نفتحها على البلاتفورم هنا نروم نركب ترى هالحركة نسويها نروم نسوي عليه سولر مثلا شوفوا خلنا الحين بديت اتذكر انا وين صار هذا كان اوكي وين صار سمول سولر افا يبالي 400 بت خلنا نجيب شيء انا نشوف لنا شيرة عليها ريسيرش بسيرة عليها ريسيرش اخ مش وقت العاصفة عاصفة خلنا نشرد يا حبيبي مش وقتك خلنا ندخل اوه العاصفة بس الحين ثماني ثبت ما بيسرد مكان عاشو علامة فنان استنى عجيب يلا فكين العصفة روحي اوه عصفة في عندي باور زايد بس اورجانيك هذا ما ينفع ما بيقزر لا
لازم احط سولار سوالف في بتري. طبعا الحين بدأت الافكار تتجمع. الجنريترز اشبكها في السيستم مع بطاريات. بدل جنريتر بصير اسوي ريسيرش حق شو؟ حق سولار. يعني يلا راحت العاصفة. ما راحت. اوكي بس راحت ما فيها كفاية. زين يعني اذا اسوي ريسيرش ما فيها الكفاية بدل هالصدعة اللي انا فيها الحين. نسوي ريسيرش. ها طبعا بنحتاجه مبدئيا بس الحين بعتمد شوي سولر. انا على حظي حصلت بطارية صغيرة صراحة هناك بعد. ها كان جود لك يعني. خلينا نسيرش السوالف ورقنك. ما في شيء رهني عليه ريسيرش. هاي البنفسجيات اظن عليها. شوف شكل الصوب الثاني صوبنا كان اهون صوب الاولي. الحين بحتاج الاورجانيك شوي بس عقب طف بخزن بور. ها شو هذا فوق الريسيرش احس. يب حصلت ريسيرش نايس. هاي اوه شو هذا؟ سالفج عطفنا قبل. ما الشر اللي لقيت هذه؟ هاهاها اوهو بلحق بلحق ان شاء الله بلحق. لازم احصل حل مشكلة الاكسجين. لازم حتى شيء نقي اللي هو يسوي لي شيء. والوضع كذي راح يكون كئيب جدا. خلنا نروح. يبغى له يسوي شيء حق الاكسجين. ولا الوضع ما ينفع بعشر ثواني هذا ما يقزر. الحين اللي كنا نبغى نسويه هو تقفص دق الريزرت هذا. زين وتعال انت هني. ابغى سولر انا. ابغى سولار صح؟ انا حتى نشوف رقمك هنا. انزين ابغى ميديوم سيت بسيت. خلنا نفتح ريسيرش سنتر. مش جنريتر ابغى سولار. سولار يبغى له 400 بت. أربعمية بايت ممكن عادي. بس خلنا نصير نجيب ريسيرش ثاني في الوقت الحاضر لان هذا يخلص ريسيرش. اه فيه واحد نايس موجود شيء وايد ريسيرش الصوب. هاي يمكن بعد اروم اشله قريب. ايوه بالضبط ماسكنا بخيط. تقول رامي صياد صغير. يو تا 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 تا. والله الحين لو هذا صدق يطيح على راسه بيذبحه. تقولون تياهل لابس قماش صح؟ لا لا مش ياهل. غلط تشبيه غير بليغ. تشبيه من غير بليغ يا جماعة الخير.
جبت ريسيرش زيادة. تفضل ليتو الحفرة. ايتو البالوعة. البالوعة كل شيء ما اعرف شو يباع عقه هناك. اها سمول سولر. حبيب والله. نبغى سمول سولر مطلوب الحين. اول شيء. لحظة. ريسيرش انلوكت. انزين. لا تقول لها في الفابريكيتر يستوي. نو مستحيل. يركب غصب. السولر هني يكون. كوبر مو هني بالكوبر. استهبل. الكبر موضوع ثاني. بحصل عقب. بحصل عقب. زين. ميديوم وينتربان. خلنا نشوف شو يبغى الميديوم وينتربان. سمول وينتربان. ألمنيوم. الميديوم بيكون انلوك بس سمول ون وين ميديوم ون تربان بيكون بحتاج بعد الحين مكان نسيب فيه الباور. سمول وينتر. سمول وينتر مش ميديوم. زين. سمول سولار ميديوم سولار ميديوم جنريتر. ايوه حصلته. باتري. سمول باتري باور سيلز. الحين لازم نسوي الباتري لانه دون البطري كله ما له داعي. كل هذا ما له داعي. الحين شو بنسوي؟ بنسوي اللي هو لحظة خلنا نركب هذا. بسوي سمول سولر واللي هو يباله ألمنيوم اللي هو أنا جبت منه. جبت كمية ألمنيوم. وين صار الالمنيوم مالي؟ انا جايب الالمنيوم من السفينة. كنت محصل سفينة وجبت منها الالمنيوم متأكد. وين حطيته؟ معقولة ما جبته؟ مستحيل. انترستنج. انا متاكد اني ابنها. اخس 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 اسمه الانتربان اسمه الفابريكيت. مو مشكله برايا. بنقلع هذا بنسير ندور. وكنا ندور لنا. اوكي استعمل بالطريقة هاي. نبغى باور سيلز. عقب الباور سيلز نبغى 2000 بت. عقب ميديوم باتري. طبعا هاي اللي بيكون يعني باور سيلز يبغى له سمبلي كومباوند. زين
خلنا نعطيه هذا ونشوف كم قاعد يجمع لنا هذا. لو هذه يبغى 2000 بايت. 2000 بايت. Need something. Filters. Wait. Filters. Do the. Wait. Do they extend my hair? يزيدون الهواء؟ إذا يزيدون الهواء وايد أوكي. ويكون فنان. أها. عجيب. خلنا نصير نجيب شيء ثاني. أها. تعال. تعال. إنزين. نبغى نجيب ريسيرش على الأقل. ولا كومباوند ولا شيء. ما نحصل شيء. كفو. شوفوا الفلتر. وين نمشي بدون هو؟ خلصون هاي فلترز فينيشنج. ها يب مطلوب بالتعال. لانه مش معقول انه بمشي طول العمر قاعد احطي هذا كمبو تثر. لازم يكون في طرق بديله. الطرق البديلة تعايش على المكان هذا لابد منها. والله المكان ما يبشر بخير. اوف 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 تهورت انا بعد. والله ينقذ الواحد الفلتر اذا عندك كومباوند. اذا ما عندك كومباوند ما ينقذك ابدا من اي شيء. يعني في نهاية اليوم يبانا 1,000,000 كومباوند اذا بتمشى بفلتر. زين هذا ريسيرش ثاني حصلته. المشكلة ان سيدا بعد يستهلك الفلتر. ها ما يستهلك الهواء اول. لا يستهلك الفلتر. يعني نقول بتروح بترد انت تستهلك من الفلتر شوية. لازم يعني مكلف وايد. ها واحد اختفى اوريدي ما تم تشارجز. Not good. This is real bad. This is really not good. Not good. ده يمكن الألمنيوم تحته ولا مش تحته. أنا متأكد جايب الألمنيوم والله. متأكد. متأكد إني جايب الألمنيوم. شردونك. مصدر الطاقة التعبان هذا. بس هذا موجود الحين خلنا نستعمله. هذا الموجود
خلنا نستعمله. هذا الموجود ركب. هذا الموجود هاي شوف سوينا شيء 1200 وايد اوكي فيري جود. بس المشكلة انا عندي هاي الوسيب والهم باور سيلز. عندي باور سيلز انا ما قاعد مكان سمول جنريتر سمول وين تربين يبال الومنيوم. انا براويكم وين صرت. انا صرت سيدة كنت جايب الومنيوم. انا متأكد من هالشي هذا. خلنا نسوي تتر زيادة. صغيرت جبت الومنيوم ردت. يمكن سويت فيهم شيء تصدقون. اي اظني تو سويت فيهم برنتر. اوكي صح سويت فيهم برنتر. هذا بعد ريسيرش في الدرب. خلنا بعد شوي يمكن احصل المنيوم. اتمنى احصل المنيوم الحين. اتشال لنا مهني. هذا بعد ريسيرش. اذا ما حصلت المنيوم قريب. بسير. بسير بيب. إذا ما حصلت ألمنيوم لازم وين حصل ألمنيوم يا جماعة؟ اكسجين. مش قادر راح يصير المنيوم. ما في المنيوم. وقت العاصفة الحين. تبا للعاصفة. تبا انهم عادي سوى يحفر من خشب. شفت عاصفة طف لكنه يقهر. طيرنا اخر الدنيا. خلنا نعطيه مره واحده ارقام قدامه هني. شيل الريسيرش اللي كان في الدرب هذا صح؟ بسير وين؟ بسير هناك اسوي ريسيرش. ما اذا ياني بسوي حفرة ثانية مو مشكلة. خاشو. خلنا نسير.
ما شو هنا؟ أيوة. مرة مش إلا. لكن لازم نفتح من مكانه. يب. ها لازم أسوي هذا سيرش. ما على الأيتم هذا. عقب برجع له المال الشيرة عقب برجع له هذا بصير عقب سوي له ريسيرت الحين هل لازم مثلا وقف الحلقة خلاص حلقة مليون دقيقة تسوي اللعبة هاي ما ينفع يلا ليتس جو الى المنزل شو الكوكب العجيب اللي فوق حق علي كومبوند يا اخي خلنا نحصل كم بون جيم بون بس جرافكس مالها جميل صح تخش تطالعون كل شيء سمبل اد بيوتيفول الحين كانت وايد اقلك في الجرافكس من هذا وبعدها ايرلي اكسس يعني وين ممكن توصل هاي اللعبه يعني توصل مكان بعيد يعني بس وايد طولوا فيها كيف كل هذا ايرلي اكسس احس انهم يتلعبون في العالم شوي دائما في سالفة الايرلي اكسس هاي هاللعبة هاي ايرلي اكسس تعال شيلها ويدقك دق 6 سنين بعد ايرلي اكسس ارك تريو 5 سنين مدري كم الشباب لين استوت استوت لان في شر ليس عالم ملت منها خلاص ما قامت تلعب ارك قيموها 17 مرة يا حبيبي هذا اورجانيك كثره لازم 600 مره تعبيه لازم 600 مره تعبيه والله طفر بالواحد شوف الحين بيخلص كثره لازم يصير مكان ثاني دور شيء ثاني ما ينفع توقف بني بالريسيرش ثاني برد يلا يبالنا سولار يبالنا شو اسمه هذا ريسيرش بعد يبالي الف هالصوب انا احس ان هالصوب فيه ما في شيء يعني في ألمنيوم صح؟ خلنا نجرب حظي شوي لا حظي زي العسل والله ما ينفع ما عندي هواء سوف اموت اختناقا بالضبط اسمع صوته عبي بكبر السلندر زين عقب بشل سيارتكم بيكون اوكي سيارة وايد اوكي لازم اتم احفر الحين بعد في رسالة ثانية ترى كان هناك هذا مش لو اللي كنت بسير له اصلا دائما في الدرب شله وتوكل غير بعد مثلث كلهم دا مدورين الا هذا هلا ابوي تعال هذا بس يوفر لنا نقاط ترى ما يسوي شيء بعدين احنا نسوي ريسيرش شوي صدعت انا لما فهمت الكونسبت هذا بس اوكي يعني الحين تمام 100 100 شال النوم روح لازم هو استكشاف الكوكب مشكلته استكشاف كله استكشاف
اوكي الحين نفتح الريسيت مالنا النقاط اللي اعطانا اياها ميديم سولر اسمول سولر مش قادر اسوي ميديم سولر زين وين الباتري اسمول باتري زين اظن اسمول باتري بعد هنا ايه شيبا ليثيوم اخ يبالها يبالك ملفة الحين على سوالف هاي ترى زين اكستندرز بنسوي كل شيء زين اكستندرز يبالن كوبر انزين بعد شنو بنسوي ريسيرش بعد شو نسوي ريسيرش خلنا نفتح بيكن ورك لايت والله زين هذا ورك لايت بينفعنا الصراحة ما بمدين برينتر فابريكيتر مش وقته ميديم ستورج لارج ستورج اكسترا لارج ستورج داينامايت فاير وورز والله في شغلات جديدة ترى انا ما مريت عليها قبل اسمه الاكسجين تانك اوه هذا مطلوب مطلوب زين الحين انا عايل ابغى اسويهم بس ما اقدر سملتر خلنا نسوي سملتر وخلنا نسوي مينرال اكستراكتر هذا مينرال اكستراكتر انا اظني بينفعنا منفعه ازليه المهم شوف هالحلقه نحن سوينا الطباعه 3D زين ما تعرفوا شيء بخليكم من الحلقه القادمه شو بنسوي وبشوف يمكن اسوي حلقه ولا ما اسوي فاشوفكم على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.